الناس في معظم أنحاء العالم تحب القطط، ولا عجب في ذلك، وهذا ليس بسبب أننا عشنا معهم قرابة 9000 سنة فقط، بل أيضاً الحب. ولكن العلاقة الطويلة بين البشر والقطط ولدت الكثير من الخرافات. فعلى سبيل المثال، قد يعتبر البعض أن القطط السوداء إذا عبرت طريقه يكون حظ سيء له، والكثير منا قد يغير طريقه إذا شاهد قطاً أسوداً، وبعض الحمقى قد يؤذي هذا الحيوان البريء. ولكن الأمر الأكثر رواجاً بين الناس يقول أنه لا يجب عليك النظر بشكل مباشر في عيون القطط. ولكن لماذا؟ ابقوا معنا لمعرفة السبب. في أوقات وثقافات مختلفة، تم تصوير القطط بطرق مثيرة للجدل. على سبيل المثال، وبحسب أسطورة مصرية، تعتقد أن القطط الماكرة هي من نسل الصنم باستيت، والذي كان يشير إلى هيئة أنثى برأس قط. ووفقاً للأسطورة المصرية، كان يعتقد أن باستيت لديه اتصال بالعالم الآخر. وكان يعتقد أيضاً، إذا نظرت إلى عيون القطط يمكنك رؤية الآخرة، والبعض يظن إذا أمعنت النظر طويلاً، سوف تذهب روحك إلى مكان لا يمكن العودة منه. لذلك المصريون القدامى كانوا لا ينظرون أبداً في عيون القطط، ويحاولون خفض نظرهم إذا كانت بينهم أو في الجوار. وفي القرون الوسطى، بدأت القطط ترعب الكثير من السكان، وكان ذلك العصر مشهوراً بالسحرة، والكثير من قصص السحرة كانت مأخوذة من قصص حقيقية. وفي الحقيقة، إذا أخذنا بعين الاعتبار ماذا قال المؤرخون عن القطط، سوف يقودك هذا الأمر إلى طريقين: إما الاعتقاد بأن للقطط قوى خارقة، أو التأكد من أنها مجرد خرافات. لكن دوما ما يكون في جميع القصص قطة مع كل ساحرة، حيث كان يعتقد أن السحرة يستخدمون القطط للتواصل مع الأرواح الشريرة. وأيضا ظهرت العديد من الشائعات التي تقول أن نظرة القطط قادرة على قتل أي شخص، والعديد العديد من الترهات والخرافات. وفي اليابان، بلد التكنولوجيا، الأمر ليس بالأفضل، ففي عهد الساموراي كانوا يتصرفون مع القطط بشكل غريب. الأساطير اليابانية كانت تميز نوعين من القطط ذي القوة الخارقة: القطة المستذئبة والمتعطشة للدماء، والقطة الجالبة للحظ والسعادة. بالنسبة للنوع الأول، وحسب الأسطورة اليابانية، هو قط متوحش ومتعطش للدماء، وبالأصل تسكنه روح ناقمة وغاضبة بداخله. وكان يعتقد عندما تموت المرأة بسبب زوجها، فإن روحها تسكن جسد قط عن طريق ذيله، لذلك كان اليابانيون يقطعون ذيول القطط. أما النوع الثاني الذي يعد نقيضاً للأول، فحسب الأسطورة اليابانية أن فتاة مسكينة لا تملك أي شيء ولا تجد حتى ما تأكله، قالت لقطها ذات يوم أنها تود أن تتركه بسبب ضيق حالها. وفي الليلة ذاتها شاهدت في منامها قطها وهو يقول لها أن تصنع تماثيلاً على شكله وتبعها وسوف تكون بخير. وفي الصباح استيقظت الفتاة وقامت بصنع تمثال لقطها، وبعد فترة أقدم أحد المسافرين على شرائه بمبلغ جيد، فاندفعت الفتاة أكثر للعمل وصنع المزيد، وهكذا أصبح تمثال القط رمزاً دولياً للحظ. وأخيراً، لماذا لا يجب النظر لعيون القطط؟ يوجد إجابة علمية وبدون أساطير ولا خرافات بداخلها. صحيح أن القطط حيوانات بيت أليفة، لكنها تبقى حيواناً، فعند النظر إلى عيون الحيوانات بشكل مباشر، سوف تأخذها بشكل عدائي جداً، وحتى قطتك الصغيرة التي تشبه لفافة الصوف، سوف تتصرف معك بشكل غير متوقع. لذلك، الجواب باختصار، لا يجب عليك النظر إلى عيون القطط، لكي لا تقوم بمهاجمتك أو الانقضاض عليك وإيذائك.